السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. المنظر اللي قدامكم ده منظر أليم جدا لغزلان بتموت في المية بدون سبب. طبعا في أسباب كتيرة جدا. أول سبب قلة الأكل، طبعا جفت الحشائش، مفيش حشائش ياكلوها، بدأوا يضربوا في بعض ويموتوا في بعض. طبعا انتوا عارفين اللي قلة الاكل ولا المجاعة بتسبب في نفايات الحيوانات بطريقة رهيبة. طبعا كلهم نزلوا زي ما انتوا شايفين كده المية باحثين عن الطعام، مفيش طعام، كلهم ماتوا مرة واحدة. برضو هجوم، بيهجموا على بعض، بيضربوا بعض، في حيوانات مفترسة في قلب المية بتتهجم عليهم. طبعا بتبقى دي وجبة للنسور بتنزل من السماء تتغذى على اللحمة دي، وبرضو وجبة للأسماك. بس منظر محزن جدا اما تلاقي الكمية الرهيبة دي من الحيوانات البرية انقرضت ومفيش اكل ولا في اي حاجة. طبعا البيئة اختلفت عن الاول، الشتاء دخل والحشائش كلها راحت. المنظر اللي قدامكم دي سحلية، السحلية دي او حرباية بمعنى اصح، شكلها مخيف جدا. وده برضو حيوان غريب، معرفش من نوع الغزلان، بس قرونه طالع لفوق جدا وشكله ابيض، طبعا شكله مرعب. القرون بتاعته عاملة زي الحديد، سيخ الحديد، لو غرزت في حد هتجيب بطنه نصين. شكل الحيوانات دي برضو، شفت الارض جافة خالص، مفيش اكل عشان ياكلوه. لو عايشين على الحشاش ولا اي حاجة مش هيلاقوا ياكلوها. الصحراء اللي قدامكم دي بدأت الحشائش اللي فيها تجف، الغزلان برضو. الخوف كله بالثروة الحيوانية تنقرض. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل. سلام عليكم.